أهلا وسهلا فيكم اليوم بمركز البنيات للتربية الخاصة. طبعا مركز البنيات تأسس عام 1974 برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة ثروة الحسن المعظمة لهدف تعليم وتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة ضمن أعمار مختلفة ضمن خدمات بأقسامه المتنوعة. بنبدأ بقسم التدخل المبكر اللي هو التدريب المنزلي للأمهات للأطفال حديثي الولادة، ثم انتقالا لقسمي الروضة والمدرسة الأعمار من 6 ل 11 سنة، ثم من 11 ل 17 سنة بالمهارات الاستقلالية والأكاديمية واللامنهجية، ثم قسم التأهيل المهني بوحداته الرئيسية اللي بتدرب الطلبة على مهن لتهيئتهم للانخراط بجدية بسوق العمل. طبعا بيهدف مركز البنيات على مدار السنوات على تمكين الأسر ضمن مهمة ورسالة واضحة لتهيئة الأسر وأطفالهم وأبنائهم إنهم يعيشوا حياة كريمة ضمن نطاق اجتماعي ومهني سليم، بالإضافة لمبادرة قدراتنا الاستراتيجية الدائمة التي تسعى دائما لتوفير ما يلزم لهؤلاء الأسر وأبنائهم وطلابهم بتنويع منتجاتنا، تنويع الدعم المالي والدعم الفني المقدم لهؤلاء الطلبة لتأمين حياة اجتماعية جيدة. في كلمات؟ في كلمات؟ شباب مرحبا. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ أنا اسمي زيد أيمن يا حميدي. يا عيني، أهلا وسهلا يا زيد. زيد، أنت شو بتعمل هون بقسم التأهيل؟ بعمل بدرب بين خرز وبخلط بحديدة. طب بالآخر شو بيطلع عنا الشكل؟ شو عم تعمله اليوم؟ الشكل؟ الشكل من هذا الليز بدخلها بخلص. كتير حلو هذا زيد، هذا انت عملته؟ زي علقات يعني. كتير حلو شغلك، ما شاء الله عليك يا زيد. انت بتنقي الالوان اللي بدك اياها يا زيد؟ حلو. هذا انت نقيتهم الالوان؟ شو اكتر لون بتحبه؟ بحب اللون الاحمر. برافو عليك يا زيد، يعطيك الف عافية. مبسوط بالمركز هون؟ وعندك اصحاب ومستك امال كمان بتدير بالها عليك؟ برافو عليك يا زيد، شكرا لك، يعطيك العافية. أركز على الجانب الأكاديمي في المركز. إحنا في بداية التحاق الطالب بالمركز بنعمل له فترة تجربة، بنقيم خلالها مستوى أداء الطالب الحالي بالمهارات اللغوية والمعرفية، الجانب الاجتماعي الانفعالي، الحركة العام، الحركة الدقيق، وبناء على تقييم هذا الطالب بتم إعداد خطة فردية لهذا الطالب. عندنا أنشطة تكميلية بالمركز، كمبيوتر، رياضة، فن. هاي الأنشطة كلها يعني بيشرف عليها مختصين مدربين. إحنا في كتير تواصل بيننا وبين أهل، بين الأهل. يعني سبب النجاح برضو شغلنا إنه إحنا دائما بندعو الأهل وفي تواصل تام بين الأهل، بنعمل اجتماعات دورية للأهل. أحكي لك عن تجربتي بالمركز البنيات. أنا بنتي كانت ما قبل المدرسة، يعني هي نظام البورتج، فالحمد لله كبرت قدامي وكبرت بالمدرسة، إلها 13 سنة عمالها بتداوم هون، فصار عندها استقلالية، صار عندها حب التعاون. لقيت النتيجة فيها إنها في عندها صار تطور نفسي، تطور تفكيري، صارت تستعمل تليفونها مستقلة بنفسي بحالها، تخدم نفسها. بالنتيجة إنه من المدرسة ساعدتني، أنا والمدرسة تعاوننا مع بعض وساعدتنا على إنه ألاقي بنتي بهالنتيجة هاي.
أسامة يعطيك العافية. عافيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كم من سنة لك بالمركز؟ 11 سنة. 11 سنة لك بالمركز. إيش أكتر إشي بتحب تشتغله بالمنجرة؟ أكتر إشي قصدي خشب. بتحب تشتغل منجرة الخشب؟ آه. يعطيك العافية يا أسامة. عافيك. شكرا لك، والشغل اللي عم تعملوه كتير حلو. شكرا. شكرا. تم تأسيس قسم التأهيل المهني عام 1982، وكان يحتوي على وحدتين هم وحدة الأعمال الخشبية والزراعة، وفي عام 1989 تم إيجاد وحدتين أخريتين هما وحدة السيراميك والنسيج. بالنسبة لمنتجات قسم التأهيل المهني تصنع على أيدي طلبة بجودة عالية جداً، قد تكون التصنيع جزئي أو كلي من قبل الطالب، لكن في النهاية المنتج منتج جداً رائع وذات جودة عالية جداً، يتم الترويج لجميع قطع الطلبة عن طريق المعارض والبازارات. وفي الآونة الأخيرة في جائحة كورونا اقتنصنا الفرصة ولجأنا إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التسويق في الإنترنت. بدي أعرفكم على أحمد خليف. أحمد بلش بالمركز كطالب بقسم التأهيل المهني، ولأنه مستقل ومعتمد على نفسه تم تعيينه بوظيفة رسمية بالمركز كمساعد أمين مستودعات، بيعتني بالمنتجات، بيعرف الضيوف والزبائن فيها. لما زرت المركز اعتقدت أني رايحة لأقدم لهم الدعم النفسي، ولكني اكتشفت العكس. مدى الطاقة الإيجابية والسعادة والمحبة اللي شحنت نفسي فيها كانت خيالية. شفت ضحكة حلوة، ابتسامة بريئة، حب وود وقلوب يكسوها البياض.